أحمد بيريش يحاول دخول أكثر، يحاول المرور أكثر، يحاول التوغل والاختراق، ولكن العودة مرة أخرى إلى الخلف قليلا، العودة لعبد اللطيف هذا المحترف يحاول فيها بلمسة إلى الأمام بهو. فترات المباراة ولكنه ظهر في الوقت الحاسم، ولكنه ظهر في الوقت المناسب. بهوز محمد يسجل الهدف الأول للكرامة، يسجل الهدف الأول للنسر الأزرق. وصلوا إلى الشباك، وصلوا إلى المرمى. الكرامة ويا عيني على الكرامة، الكرامة ويا عيني على النسر الأزرق، بلمسة، بهفوة، بكرة، بعرضية، وصل إلى المرمى بهوز، وصل إلى المرمى محمد.